بعيدا عن ماتش امبارح، انت بشكل عام شايف مجمل المنافسه في الموسم ده من الدوري المصري عامل ازاي؟ وهل في اي عقبات يتخاف منها في مشوار الاهلي او في طريقه للحفاظ على لقب الدوري مره ثانيه؟ طبعا بين قوسين كده اخذ في الاعتبار المباريات المؤجله. ما هي دي بقى النقطه اللي موسيماني اتكلم عليها امبارح، وهي دي زي ما انت بتقول دي هي العقبه الوحيده اللي هي ما بعد نهائي دوري ابطال افريقيا، لان الاهلي هيلعب عدد مباريات متتالي طبعا بسبب ضغط الجدول والاسلوب اللي اتحط بيه جدول الدوري. في البدايه كان فيه مشاكل ويتعدل اكتر من مره، وماتشات بتتحط في مواعيد غريبه بعد كده بتتشال. فدلوقتي الاهلي اصبح مضطر ان هو يلعب حوالي هنقول 3 ماتشات بشكل مبدئي. بنتمنى طبعا كلنا التوفيق للمنتخب الاولمبي في مشواره ان هو يوصل لابعد درجه يعني، ولكن هنقول بشكل مبدئي في 3 مباريات، البنك الاهلي واسوان واعتقد الانتاج الحربي كمان، دول 3 مباريات بدون 6 لاعبين، منهم 4 الاهلي بيعتمد عليهم بشكل اساسي. فدي طبعا هتبقى تحدي ان انت تبقى خايف لا قدر الله لو وقتها حصل اي اصابه، حصل اي ايقاف، هيبقى عندك مشكلة ان الدكة يعني مش هتساعد. فهنا برضو ده عقبة من العقبات، غير الاجهاد قبل غير الاجهاد طبعا ان انت يوم 17 بالظبط يعني. هتلعب عدد ماتشات كبير في وقت قليل، فكل دي تحديات. لكن النادي الاهلي يعني هو عودنا ان هو دايما تحت اي ظرف بيلعب. النادي البطل او النادي اللي بينافس في اكتر من بطولة، هو ده التحديات قدامه. لكن هنا بنقول بقى للجمهور ان انت دايما انت اللي ترفع الضغط عن فريقك. ما نقدرش ننسى الموسم الماضي في ثلاثية، في اي حتة في العالم ان انت تكرر الثلاثية دي بيبقى محتاج مجهود مضاعف. فنبقى احنا واحدة واحدة على الفريق، ربنا هيكرم ان شاء الله ونلاقي البطولة تلو الاخرى في خزائن النادي الاهلي.